تتابعونا بعد لحظات النشرة الجنوبية من القناة الأولى على أمواج إذاعة عنابة. سفيريا ومهدي بن كرفة عبر تقنية الفيديو، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. ارتفاع إنتاج الحمضيات إلى أكثر من 15 مليون قنطار في الموسم الحالي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية يؤكد على ضرورة التواجد مع الصناعات التحضيرية مرافقة للمستثمرين من 25 عشر مستثمرين بولاية أم الناس، و11 رخصة مسبقة لإنشاء مزارع لتربية المائدات. ضمن إطار القضاء على السكنات الهشة، 100 عائلة في ولاية قسنطين ترحل إلى سكنات لائقة، من بين 13 عائلة معنية بالعمل، 300 عائلة كل معنية بالعمل. دفعة قرار المنع المؤقت لسير مركبات ذات الوزن الثقيل في الاتجاه لبوير العاصمة على مستوى طريق السيار شرق غرب بدءا من اليوم ولمدة شهر كامل. فيما يلي تتابعون ركن دول رائدة مع الدكتور محمد خوجة، متابعة مفيدة إلى اللقاء. هنا إذاعة الجزائر من عنابة. تضع بين أيديكم منصتها الرقمية، تطبيق للهاتف وموقع إلكتروني يضمن لكم نقل الأخبار صوتا منصا وبالفيديو عبر البث الحي لكل قنواتنا 55 الوطنية الموضوعاتية والجهوية. كما يمكنكم إعادة الاستماع إلى برامجكم المفضلة في أي وقت عبر خدمة البودكاست. لتحميل التطبيق وتصفح أخبار إذاعة الجزائرية، زوروا موقعنا الإلكتروني نحكي مع طفيتها كيسكش تبكي دخان، قلت له كتلونا بالفيديوهات في الفيسبوك هذيك الوحده الكفرات شفتها الصباح برك شفتها، معناتها ودي جات شو اسمها هذيك تاع شيكولا اللي تجي كيف تاعها طوريه هذيك تباب الفيان هذيك الكعبه جباه فيها الدود حاشاك هذيك الخطره داروا فيديو لا واحد حدا يقسم هذيك الدود خارج شوكولا وهذيك كول هذيك الكفرات ما فيش راها حتى لبناتي طايه جباه والله يحل فيهم عنده كيوسك في العاصمه وستوك كيوسك الله يبارك معمره بالحلاوات وبداوه شفتي الوحدة الكعبة اللي حلها يلقاها خارجة منها الدواد قل لهم عندي ستوك ونعت في اللحظات مخدمة دي مدفن تروه وتفد
تفد في 2024. والشركه اللي خدمتها من الجزائر بعدي شنو يقول لي انا جاي شركه بايت هير يا خويا كيريت هادي تما لا كيريت اخويا برطو شوكولا على بالك ما معروفه ما تفزتش تفزتش زعما شوكولا دي كفرات دي كفرات وتركو كاين دي برودوي ياسر يخدموا بهم باش تبقى باغ اكزومبل الحاجه هي هي فهمني كما كما لو شو اسمه الحم الحم بكري قدام الواحد حكموه من الجزار يعني شو عليها بكري هنايا كانوا يديروا المركز يخبيوا بكري ممكن الناس تخدم شويه ياسر برا وقت العياد هذيك في العيد الصغير واحد شويه ياسر الجزار واش يديروا يبداو يكونجيلي ما يطيح لها من الديشي هذاك يتغيو كل يوم ما ينحيو والديشي ويقصوا شحمه تاع الدواره ويخبيوها كونجيلي واش يديروا لها يديروا لها هذاك شو اسمه البرودوي هذاك قاعد كل ملح هو تاع الطحنيط اللي نحطوا فيها ممنوع هذاك ممنوع خويا وتاع كونسير هذاك ويدير كونسير يا سلام احنا هنا واحد ما يرحم في خوه مش عباد انا كاين دي برودوي دي برودوي نعتهم واحد وكان يدير فيديوهات تاع ضحك ومن بعديك في الاوروب وما كانش يدير افيت 924 و 500 ما نعرف واش لي برودوي هذما الحافظ هذايا المهم ما يكونش هما يزيد يكتبوه لك اليو كاين فيها هذا يا خويا الله يتحيار حتى غدوة كنتش ما يصراش يقول لي نكذبناها لك اخويا براسي الله يتحيار في شيء البيت انا بلادي مش هو ذاك اربن هذاك هو اربن ابراهيم اربن هذاك وعلاه كيدير كيما كان خاطر اسمه راجل امه هذاك عاشور العاشر هذاك شو اسمه سويلح سويلح ورجل امه وهو كان عنده برودوي كان يحب يشربه كشغل كان عنده مش برودوي مش جي حاجه ليموناد ليموناد كان ما حبش يقول اسمها ما حبش يقول اسمها قال لهم نفس ليموناد سنين كل يوم يهز قرعه ويشربها او اسمع شفتوا الفيديو كي هدر ثم عجلت هذيك دار لونكات هو وتركب هو قد يطلب في الدولة باش تتولى بالأمور هادي سرت الأمور هادي يا خويا مش الناس كل مرضى بالكونسير الناس كل مرضى صح شوف كاين كونسير الأول اللي في الأرجيري اللي كاتر هو كونسير ديال سانتا إنسان والثاني شكون؟ كونسير تاع الكولون تربي قوة ويحكم غير رجال براس جاي من الماكل تاع البرا حنا ناكلوا البرا ناكلوا أنا نية 16 كيلو كولون طيح 16 كيلو من الكولون غير الماء برك تاعنا ومخدوم حنا مشربو فيه هذا تاع القراعي سعيدة هو عندك هذاك ترى فيه مشكلة الحال فيه مشكلة في القراعي نقولك نقول لك وين المشكل في القرعة تاع البلاستيك هذيك كي تطول وكي تبلاصوها في القايلة كاينة عندنا مشكلة نقول لك وين ونتقرا هنا كاينة مكتوبة نطراد 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 هذيك في الأوروبا ما تفوتش 1% هنا اللي ما فيهاش خضرا فيها 4% ايوا بلا افري هذيك فيها 20% عبالك دما واش المخ ديريكت يعني ولاد حنا ننساو ياسر ومن الفكره هذي في والله هذا الماء اخويا اللي نشربوا فيها لا نشرب طلع صور صغير دود قبل ما تهز القرعه كي تهز القرعه باش تشراها اقرا دبو كلاس برك هذاك اللي يدوروا فيها هذاك هو من يجيبوا فيها يجيبوا ديريكت لا من يجيبوا مالح شوف درك خلينا يجيب مراره هو البوكلاس بكري مراره هذيك بنت نورمال البوكلاس بكري وكان واصل حتى المحافر هنا كان تحت العين بكري من ترونسيس هو من ترونسيس ترونسيس كامل البوكلاس من يجيبوا فيه كان واحد البير في السبعه يروحوا يعمروا منه الناس كلها شفت يدوم تاع الانترنت كلها يروحوا تما وكاين واحد ما يخافوش ربي البير هذاك السماء تقدر تشرب منهم وكاين البير يشربوا منهم ومش البير وكل مش ملاحك فاهم درك انت تقدر تعيره وحدك ما تعيره تدي تعيره وحدك الاخرى هذيك كيما عين خروف هذيك وعلى الناس تلقاها خاشي فخاطر مع الدوله عيرتها هذيك ومن لقاوها هابط هذيك انا شايب
او كبير او عمره قريب 75 سنه. قال لي انا صغير قال لي نشفي على عين خرافي. وش قهوه؟ قهوه مش ملاحه؟ قهوه ملاحه بس من يهبط الماء تاع شو منين من بوز يزيد انا. حتى انا شو وين. سبحان الله. تبعوها اخويا من جاي القهوه هبط من بوز يزيد. شو جي وعيروه القهوه بيان خلاص. القهوه الماء تاعو لبس بيان. كنت عندنا قطار هذيك وشي كانت ملاحه هذيك درك هي فزت. مازال تجري يعني. تاع كراج الكيدي كي يديروها هذيك. ربي يسهل عليها ما دام كجوها لا دوكا. يديروا الحنه ويديروا ساعات الريش تما ساعات يقدموا مات ساعات. هذا هي فزت وشي اللي يسكنوا فوق منها ياسر جهه كاروبيه. وصلنا واحد الوقت يا لطيف اقسم بربي تحكم في يدينك وتريح وفضت ما طر كثر الغاشي ياسر وين في يدين كثرت ياسر وين يكثر الغاشي تكثر الفساد ويكثر اباك عناب بدر كوين ولات اللي يحب يعيش ترونكيل جهتك جهه شطيبي الدنيا تم هكا بيع مازال شطيبي 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 في الصيف الله يبارك جنة مش في الصيف القسنطينية كل شيء لو تم كاترين مياس القسنطينيه تم في عندنا كامله يعني باش داروا لهم تورد شرق خرب هذه ولا ندير دقيقه وهنا لا يعني من بكري انا كنت بكري البلاصه تاعي المخيره كنا كومبيو في عكاشه عكاشه كانت الدنيا واحد عندك ما رحتيهاش عندي مدي ايميل خطرة على بالك تعدي شفتي كيما خليتها جنه شفتي الخضوره مع الجبل ديرك الطريق هذيك كان ولا حصلنا بكري تم عندي لي فوتو درك كي كنا عندهم بناتي والمران يقولوا لي ايه وكيف كان نقول لهم كاين حصلنا صوفاج تما تعموا عليهم بس مسيبين يسرحوا كيما البقر كيما واش اسمه فوق الساحل جنة غير تفوت دراع الريش هذيك تبدا الحكاية اش بيك ربي يوسك الملاحة هذيك حنا حاكمين شوكة عايشين فيها كل عندنا بي كبيرة خويا لا بس خروها انت بتعرف اكثر من عنب تعرف بصح مش مستعملينها هي شوف عنبه كنت تبعت لها الطارم بكري كنت حتى قال ما كنت تبع العنبه عزابه كنت تبع العنبه كنت كبيره ويدي كبيره بكش اكثر من قسنطينه كون يعني تجمعها ما دمها كلها كون بقاو يعني تابعين عنبه اكثر من قسنطينه ربع ويدي يا خويا في الجزيري عنبه تلك صديقها ضيقها المطر لخر المطر لخر ده شط ولا شطت ولا تابع لفرنسيا وقت شو الخطر غير فيها البيتان هنا احنا عايشين في القرن فهمتي ويعنا بي كبيرة اخويا هذا الشيء اللي عندنا برك دركة خلينا من شيء نقصوه هذا اللي يبقى بركة وكبير خلاص وكي تروح اشتيني شوف شوف وكي تشوكي ما كتعافى الدنيا بيطان فوق بعضها لنعطي الراحت اكسجين ما كانش يا اخي صريدي وعلى كي يجي الصيف نلعبوا نقول من البيطان حتى صريدي وفزت ما بقاتش صريدي بيزموها شويه واحد العام حاولت تما جاتني الخدمه تم عندها مده عندها واحد 6 سنين ولا 7 العام اللي حاولت فيه حاولت في لافنتا ديسمبر كده تم واحد 8 أشهر قعدت فيها والله يا اخويا عندي طقس الوقت هذاك هذيك كبيره كنت مريضه بصدرها عندها بروبليم في صدرها من هذوكم اللي يكحوا ما يحبسوش من كحه هي حساسيه والله هي ارتاحت لي يا اقسم بربي يا اخويا ضدرك 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 والله ما عندي حتى بروبليم بكري كنا دواوات وكل ساعه كنت بيه بحكي بسيب بجريك وربي سبحانه وهدتني خدمة تما قلت والله خلينا نهز الدار معايا ولا نبقى نتشخش في روحي خليني نكري عاوي موا من إداري هنا في برمسكا نكري عاوي موا حتى كش من عبدي بدل الجوي بدل كل شيء بدل الريتم مش حال كي حولت ديت غير حوايجك نسي يسار ما حبيش ندي كل شيء معايا يجبرك فراشات كدا سيت حتى دي كرادي كرادي بالشوفاج بالكويزينيير كلش خلاها لي الحمد لله جبت كباط القش جبت غير كفريجيدار صغير وجبت الفريج تاعي وسيدو ترواجور حاولت ترواجور بدا يصب التلج حكم التلج لافان تاع 2016 2017 دخل بقوه التلج تم
ايه واحد المتعة. اه متعة. ما تبصخرش يا راجل. عن بالك بزوز شوية ترقدها متروبوزي تنوض لون فورم. هو نضيف طبعا. وجسمها طلعة يعني مش ركاب كبير. جسمها طلعت على بلاصات. بيران. طلعت على بلاصات. قد قد. دار قرة. دار تاع بكري. بني تاع قرة. لا 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 مش تاع قرة. هي دار تاع بكري تاع قرة. بس هو مدفع شوية. سادرها شوية كيجيب لي فوقها. يقسم بربي ترتاح تما واش تمشي جر هذوك اللي ما طلعت على بلاصات الكبار هذوك هذوك كنت يزانا حتى في الليل تشم الريحه تاعها تليه لي تنعس الدواء لا ما يبدا بسمي تبكري كي حاولنا هنا في كتر بندوس اللي خلقت بشون مارس كي حاولنا في كتر بندوس حاجتي انا قلت له هذا قلت له جايبنا هنا انا كنت صغير وقت هذاك كنت هنا بديك خممت انا كي بديت نكبر واحد قلت بكري هو انسان كبير جدي بكري يحوس على الكالم فاهم ما عادش فاهم مسكين ياسر يا ربي ثلاث سنين مسكين بناها ودايم ربي بلا وملاحه طرحه كبيره شويه لا لا باس ملاحه دار داير فوق خلاه انا الشبانه وهي وعلى ملاحة درك الجيران درك كل انتياك يعني وكلها قدم تم وكلهم بيان كفاهم مع الناس كالزايد هذاك ياسر بس كنت بكري حط روحي حنا الاخرين دوك تشوفون ورايك تدهش اخويا غاشي كبير جار ما تمسخرش دي بروموسيون دي بروموتير الهم تبطي ما طلعت تحيار اخويا والله كنت عارف في راس الجبل ديك الخطره طلعنا واحد الطفيله صريدي انا وصحيح غير غطبطب هنا طلعنا يا سيدي ياسر عندي ياسر ما طلعتش من هنا وصلنا لفوق وين الشبانه الشمس ما تعداش وين الشبانه حرت قلت هدي بعطيها هدي الكبيره انا ما داروا بالكون هكا هبطنا قصرنا شويه تم الوقت هذا يا بان ما نغير والله بقيت حاير شوف سيدي عيسى تبنت تحت خلاص الشمس ما تعديهاش اخويا كاينه بلاصه قفلوها بالبطيمات منهم منها هاي تجي تفطيم شتي تما تاع بن عمر تما دي هنا دي ما فوق لا تما البها هنا ما دخلتها في الماسكو اخويا ويطلعوا على بعضاهم اخويا كل ساكنين مع بعضاهم شي هذا وزيد ما نبقدا اخويا بارتمان والناس تشري على عماه يشريها يقول لك نشري في ابارتوم ما نشريش في لا اخويا نشري فيلا صح تسقامني ب 4 ملاير ولا ما نباليش ونعيش فيها وحدي وي ونعيش فيها يعني خلق في باطيما دير فيها الدجاج خلق في باطيما ثم دايرين بير ولا مش كم داير لا ما فيهاش ما جربتيهاش ما جربناش وش اسمه عندي دار عمي في ولد فرشه نهار اللي شرينا عام واحد هذه لوطيرات باعوا عام واحد في ليزاني كتريفون هو كي بدا يحفر لقى الماء دار بير البير هذاك بنى به الدار ومازال درك قول يفرغ قول انت وفرغ يبقى ديما يلم ترقد في الليل تنوض الصباح تلقى مع حير كي تمد كي تجبد منه ياسر تستعمل وتمد للناس ومنه تسمى وليزيد يبارك فيها ربي يزيد يمشي تحسب كيما لي سورس كل داروا لهم التياوات ومتارات فوق يحكي لي واحد القروم طلعوا منه قلت له واحد القروم يحفر للديار دمه قال لي ناس ياسر نعرفهم حفرت لهم يحفر هو وكذا جيرانه تما قال لي نحفر له بير طلعوا منه كيف كيف كيما تحب قال لي حفرت لهم البير قال لي بو خاله ما يحبوش يمدوا الماء قال لي قاعد 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 وين شف قال لي وديعي انا ندير عين لبرا قال لي غاشي ديما يعمر يجيبوا يعمروا البطاطا سيترنات الدنيا قال لي ما ربي سهل قال لي ما نشفش خلاص قد ما قد شوف اخويا دي شوف ربي سبحانه شغل زاد حل روحه البير فهمتي كي انت ربي صدق تصدق ربي قال لك باش تصدق راح يرجع لك ما تكسرش راسك انت خدم ربي شويه وخا هنا هذيك انت اخويا واش راح تمد يرجع لك ما تكسرش راسك الناس بركة تعمل الله بركة وحل يعطيك الصحة وهي ضربة كل عنية وتعمل تسمى انت الوجه ربي وجه ربي جامي تخسر اخويا
جميل جميل. حكمة ديما في ربي سبحانه. الناس برك قاعده صوت يتنقز برك كاين حد شي وعمي عبود ربي يرحمه كان مقبل او يسكن مقبل جبنه وما كي غير شو حياته كامله مسكين شتي يجي يحفر تما ولا يجي باش يخلط السيما ويعاون ديما هو الماء ودي عيط لك هو هو اللي عيط لك وبقات السيره في ولاده ودرك الله يبارك يعني بقات السيره في ولاده ودرك او بورتو ناقص الماء أرواح نعطيك نعطيك حتى السعيدة هيك خلطتها اي والله على هذا انت قلت يشاورنا علينا عشان وصل السيد صح وصل السيد اخوي قل له ممكن ارجع لك قل له وكين وكين وحيد هاو كيما هذا هنا في الدار هذه هاو سكن الجديد شراء شراء ابارتمون ولا دوز ابارتمون شي حاجه ديال يكون من لافامي ديك شو اسمه ديك الكوميسير بكري رحال هذاك ظهرت لي خوه ولا ولد عمه حتى في الفيكور يشبه يصدمها بواحد العقليه مع الدراري الصغار يتبع يدري يعاند في الدراري الصغار يودي سيب بركة لا سيب ولعبها واعر واحد منا بركة تعال ندهمة كده نعطي خويا ماشي ندهمة تتعب ومديروا حتى دري صغار يجيو بالعقل دري صغار يجيو بالعقل دري صغار والله العيطة الأولى نقول له ودي روح برك يا ابو ليا كثرت عليا الناس والله يا روح ربي يا صح اخويا ربي سهل عقب لي بسيط السلام عليكم سلامة ليزونغرو ليزونغرو جبدة هي جبدتي معايا جبدة هي والو يا خويا عقب لي بسيط بسيط وخويا درنا السبتة برك هاي صح هاي فريت مليعت المحبان كديطال سبغ نجال تعالي مالو مالو راني هاي مهمي من ترجع الفصال ونسال عليه من سباني بنجالو بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يا ما بيا غير خايف مشتاق يا عليك مطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش ما تفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صادق في قوالي حبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين
نخليو الماضي يتكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا. نخليو الماضي يتكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات. انا فيك عمري ما نسلم ابدا هيات دعون الله العلي عليك نطرح سؤالي شوقي للحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي هاجي انت ملتني راني صدق في قوالي تحب يا جاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا جميل. حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان. حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان. مهما كويتني شحال منك يا دل فيك الإحسان كيف تكوني بعيدة عليا يضحانو ميدي فلان صوتك راسخة في بالي عليك نطرح سؤالي جاوبي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين الغرضة ماشي ديالي اجي انت مرتني راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك. قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك تبي في حياتي تمنيت تكوني لي الشريك على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي جاوبي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين والله ماشي ديالي اجي انت مرتني راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين. أبدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد. أبدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد تبلي من أمي بقد الغالي مشموم الخودات على سنة سيد الأرسالي زال عائلات قدرة الله العلي عليك نطرح سؤالي جاوبي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيد الغيرة يا زين. ما دامت العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات
قلبي يعلم بيه العالم مول العظمات. ما دامت العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات، قلبي يعلم بيه العالم مول العظمات. سبحان الجليل الدايم سلك الوحلات، يوفي لي قصدي وينعم على عباد والخيرات. قول الموالي عليك نطرح سؤالي، جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي، علاش متفرقين الغلطة ماشي ديالي؟ اجي نفهمو الاثنين، راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين، راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين. كنت روح ما لقيت له الجواب، لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب. السؤال بقمت روح ما لقيت له الجواب، لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب. نرسل أهلي ديروا الفتوح بحضور الأحباب، تفرحي والغيرة تروح ترجعي لي حلالي، بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي، جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي، علاش متفرقين غلطة ماشي ديالي؟ اجي نفهمو الاثنين، راني صادق في قوالي نحبك يا جاول العين، راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين، راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين، راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين. موعود ليك في السعادة والخير، واللي بغى قلبك يحضر إيديك، انتي ناوية ترميني في علاش بالغدر ماشي حق عليك، وعلاش ناوية ترميني في بير، علاش بالغدر وعلاش، علاش بالغدر وعلاش، علاش بالغدر ماشي حق عليك، علاش بالغدر وعلاش، علاش بالغدر وعلاش، علاش بالغدر ماشي حق عليك، علاش بالغدر ماشي حق عليك. بنيت ليك حيوتك بالساس، حيوتك بالساس، وزوقت كيف راد الخاطر بالوان، بالوان بالوان الخاطر بالوان، حتى المياه جرات بالخصاص، جرات بالخصاص،
وعملت طيري غني بالحان 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 يغني بالحان. بنيت ليك حيوتك بالساس حيوتك بالساس وزوقت الفراد الخاطر بالوان 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 الخاطر بالوان حتى المياه جرات بالخصاص جرات بالخصاص وعملت طيري غني بالحان 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 يغني بالحان. الحب يا الغداراتي بيدي العين تنعدى ماشي خسارة فيك انتي معودة عليا بالتدمير هكذا الخير يتعود كي تجيليك وعلى اشياء النكرة العشرة والخير علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر ماشي حق عليك. طفايعك حملتهم وسكت حملتهم وسكت حملت المعاني وزدت الحيلات 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 زدت الحيلات انا نويت محبة ما حولت محبة ما حولت ما عملت فيك دوني ولا زلات 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 ولا زلات حتى طبيعك حملتهم وسكت حملتهم وسكت حملت المعاني زدت الحيلات الحيلات حيلات زدت الحيلات انا نويت محبة ما حولت محبة ما حولت ما عملت فيك دوني ولا زلات 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 ولا زلات لكن باين على وجهك التغيير الصدق والصفا عمرهم كانوا ليك موالفة تنكري العشرة والخير وتبدلي المحبة باللي يغويك وعلاش يا بنكرة العشرة والخير علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر ماشي حق عليك. الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنيلة الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنيلة واللي بغى حبيبو يجيبو بالحيلة يلي يلي حبيبي يلي فينو مول النخوة سيدي حبيبي زاني مالو لساني يلي يلي حبيبي يلي فينو يلي
ديالي انت هلالي عيني حبيبي حبيبي ديالي في هو يا سيدي كيش انا بكبريتي المحبه بالخاطر وكنتي اللي بغيتي يا سيدي كيش انا بكبريتي المحبه بالخاطر وكنتي اللي بغيتي مول شوا سيدي حبيبي زاني مالو لساني عيدي عيدي حبيبي ديالي في لوا عيدي عيدي حبيبي ديالي في لوا ولفي ولفي قولي متى نلقاك والملاقية بيني وبينك جات بعيد سرعتني شمس الضحى وانا نترجاك كما يرجع الصايم يوم العيد الله يجمعنا في قريب الله يجمعنا في قريب ويوم سعيد
الصوت بشأن القضايا الإقليمية والدولية ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. إكرام أربع اتفاقيات مشاركة وتعاون بين قطاع الدولة والشركة. الديوان الوطني للحبوب والدخول الجافة يؤكد تمويل السوق بالبقول الجافة وبكميات تضمن الأفراد. رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس يكشف عن توصل الحركة إلى اتفاق مبدئي لوقف الانتحار. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقبل الوزير الأول نذير العربي وزير الداخلية التونسي تمام الفكي اليوم بزيارة إلى الجزائر في إطار الدورة الأولى للجنة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين تنفيذا للإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين والتنميه بالتوافق السياسي المشترك بشأن التعامل مع القضايا الإقليمية. كما تم التأكيد على الحرص المشترك لتنفيذ مخرجات الدورة الأولى وتغطية مستوى التعاون الثنائي في المناطق الحدودية المشتركة لإنشاء شراكة فاعلة ودائمة، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة. وخلال أشغال اليوم الأول من الدورة الأولى للجنة الثنائية المشتركة الجزائرية، تم التأكيد على ضرورة تغطية المناطق الحدودية تعزيزا للتنمية الاقتصادية وبحث المشاريع الحيوية ووعد اتفاقية الطرف جنوبا مشروعا ونموذجا للتنمية الاقتصادية للحدث بدون الطرف محمد حسين. اليوم إن شاء الله سيتم تحديد الأولويات بناء على دراسة لتنمية هذه المناطق الحدودية، وكل هذا يعود صالح إلى الساكنة لرفع المستوى المعيشي بتاعها. المشروع التنموي سيحسن الإطار المعيشي للساكنة من خلال توفير الضروريات والمتطلبات والجنب الرسمي ولايتنا لديها بعض الاشكاليات نلقاو حل الا بطريقه وحيده وهي خلق مشاريع تعود بالفائده على الجانبين وتمكن من تثبيت سكان المناطق الحدوديه، باش تمكنها من مواجهه التهريب ومواجهه الارهاب، باش يكونوا هما صد دفاع اول. هناك اتفاقيه شراكه بين ولايه جندوبه وولايه الطارف باش يقع تمويلها من طرف المؤسسه الافيتاس. بالنسبه لباقي المشاريع في علاقه بالسكن الحديدي لتزويد العمادات الحدوديه بالغاز الطبيعي، مناطق التبادل التجاري. إدراج المشاريع الحيوية بالمناطق الحدودية المشتركة الجزائرية التونسية سيسمح ببعث الأمن والاستقرار وتبني خارطة الطريق في تحقيق المناطق تتحدث بعض السكان. نتمنى يكون هناك تعاون في مجال خاصة محاربة الحرائق، في المجال التجاري، الثقافي، السياحي. اهتمام كبير بالمنطقة الحدودية هذه، منطقة عبور وحاجة أخرى نطلبوها.